5 ملايين دولار مكافأة رصدها برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أواخر يونيو 2021 مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة باليمن خالد بطرفي. مثل هذه المكافآت ليست جديدة بالتاريخ، وتعتبر الهند أول من رصدها في عام 1665 عندما هاجم القرصان البريطاني هنري إفري سفينتين متجهتين من الهند لمكة. كانت إحدى المسافرات قريبة لحاكم الهند وقتها الإمبراطور أورانجزيب، فغضب فعطل عمل شركة الهند الشرقية التجارية البريطانية ببلاده. عندها قامت بريطانيا برصد 1000 جنيه استرليني، وكان مبلغ غير مسبوق بمقاييس تلك الأيام حسب وصف The Economic Times، وأصبحت تاريخياً أول مكافأة مالية دولية ترصد لمعلومات عن مجرم. بعد الحادثة شهد التاريخ رصد عدة مكافآت للقبض على قراصنة ومطلوبين، وصدرت قوانين لتنظيمها. فمثلاً أصدرت المحكمة العليا الأمريكية عام 1872 قانوناً يسمح لصائد المكافآت بمطاردة المجرم من ولاية لأخرى واقتحام بيته. وتذكر صحيفة الجارديان أن المكافآت المالية بعالم السياسة أقل بكثير منها بعالم الإجرام، كما أن القبض على المطلوب قد لا يكون شرطاً، مستشهدة برصد الناشر الأمريكي لاري فليند عام 2017 مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تزيح دونالد ترامب عن الرئاسة الأمريكية، معللاً أن المبلغ أوفر من الخسائر التي سيسببها استمراره بالحكم. ومؤخراً ذكرت تقارير صحفية أن روسيا والصين قامتا برصد مكافآت مالية لمن يهاجم القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة بأفغانستان، ولكن هناك مكافآت أخرى بعالم السياسة هدفها الوصول للمطلوبين، وأشهرها إصدار أمريكا 55 كارت كوتشينا عام 2003 احتوت صور المطلوبين بعد سقوط نظام حزب البعث على رأسهم الرئيس صدام حسين وابناه عدي وقصي، والذين قتلا بعد أن دل شخص على مكان اختبائهما، وحصل على 30 مليون دولار. فالمكافأة كانت 15 مليونا لأي منهما. وعلى العكس عندما قبض على صدام لم يحصل صاحب المعلومة عن مكان وجوده على شيء لاعترافه تحت التحقيق وليس طواعية. الأكاديمي جون إسبوزيتو من جامعة جورجتاون بواشنطن علق على واقعة قصي وعدي كمثال على نجاح رصد المكافآت، أن أحد الوسائل لإغراء الناس على الإدلاء بالمعلومات هي عدم كشف هوية مقدم المعلومة، فيما يقول الخبير الأمني بمؤسسة جين للاستشارات الاستراتيجية تيري باترا أن الكره الشديدة للنظام بالعراق عامل مهم، يعني أن التقدم بالمعلومة مقبول، وتأكد مقدم المعلومة من انتصار أمريكا وانعدام الفرصة بعودة البعث كان حافزاً آخر، وكذلك التصرف بالمال أو إيداعه ممكناً وآمناً، وهو ما لم يحدث عندما رصدت أمريكا 25 مليون دولار للقبض على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان، لأنه حسب باتر كانت حركة طالبان التي دعمت القاعدة لا زالت ذات نفوذ، وجرت محادثات حول مشاركتها بالحكم بأفغانستان، ولم يكن الفوز محسوماً لأمريكا، فلم يضمن الناس إمكانية التصرف بالمال أو مغادرتهم للبلاد أو تأمين حياتهم بحال كشف عن هويتهم. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا فولو، لايك وسبسكرايب.